كلمة النائب ثروت بخيت. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا. تحية كبيرة لسيد الرئيس، عظمات مصر، تحية كبيرة لسيد الرئيس. بنشكركم جميعا، نشكر عظمات مصر اللي أتينا من كل الربوع من النوبة العظيمة إلى مرسى مطروح، ومن سينا الحبيبة إلى الإسكندرية. شكرا لكم جميعا. وفي القلب منكم نشكر سيدات النائبات الفضليات اللائي تحملنا عبء الحشد لهذا المؤتمر العظيم. وفي هذا المقام نقول لكم جميعا، نحن مع السيد الرئيس، نحن مع السيد الرئيس من أجل التنمية، من أجل الاستقرار، مع السيد الرئيس الذي أمن الجبهة الداخلية وإعاد لمصر هيبتها الخارجية. كلنا جميعا أنتن اللي أعدنا لمصر هيبتها يوم 30/6. ننتظر منكم الكثير. أنتن سد العالي الذي حمى مصر، حمى مصر واستردها من خاطفيها. نحن في مرحلة، في المرحلة الأخيرة من استرداد مصر على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معكم وبكم سيدات مصر العظيمات سوف نخرج جحافل جرارة يوم 26 و27 و28 لنقول نعم للسيد الرئيس، نعم لمسترد مصر، نعم لمعطي مصر قيمة، نعم لرئيس جمهوريتنا الثانية، نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات الفضليات من ربوع مصر، أبناء مصر العظام، سيدات الصعيد العظام من أسوان، من أسوان حتى الجيزة، نشكركم على مجيئكم. سيدات بحري نشكركم، سيدات سينا العظيمة نشكركم جميعا. وأخيرا نقول لكم، ذات صباح أشرقت علينا الأنوار السمائية معلنة البهجة والسرور لأم الدنيا المصرية قائلة: عبد الفتاح السيسي من السماء أعظم هدية لحكمته وتواضعه، أصبح بطل من أبطال الكرة الأرضية. حيوا معي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.